الوتيره مقترحات اخرى. على كل على كل هذه النقاط غادي تكون حاضره في جدول اعمال المكتب غدا ان شاء الله، وغادي نرجعوا ليها وغادي نوقفوا ليها. وقفنا في بس سؤال للاحد السيد احد، تفضل سيد النائب تفضل. عفوا الاسئله في اطار الرقابه ديالنا كنواب ديال الامه، وحنا كنمثلوا الدور ديال المعارضه. الاسئله ديالنا التي ترتبط بالتواجد الاقليمي والدفاع ديالنا على قضايا الاقليميه في الدائره الانتخابيه ديالنا، كنوجهها للساده الوزراء لحدود الساعه ازيد من 3 أشهر لم نتلقى جوابا عنها. واحد، اين رئيس الحكومه؟ ايضا لم نراه. الجلسة الشهرية والقانون يفرض عليه أن يمثل أمام المؤسسة التشريعية ليقدم سياسته القطاعية. نريد حكومة سيد رئيس، نريد حكومة قوية قادرة مقتدرة، حكومة جشة عشة هشة بشة، لا نريد حكومة كشة مشة نشة. شكرا سيد الرئيس. شكرا. تفضل سيد الرئيس. السيد الرئيس المحترم، انا كنظن كاين هنا مزايدات كثيره، يعني بكل صراحه هادشي ما خصوش يكون في هذا. لا اتفقنا في اطار الاجتماع ديال رؤساء الفروق بان السيد رئيس الحكومه غادي يجي في المساءله الشهريه في 29 في هذا الشهر، ما نبقاوش نزيدوا في الهضره خاويه هكذاك. شكرا. شكرا سيد الرئيس. لا لا لا، ارجوك 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 سي عبد النبي، سي عبد النبي ارجوك 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 سي عبد النبي، سي عبد النبي سي عبد النبي سي عبد النبي ارجوك. تفضل سيد النائب تفضل. سيريات اسيد رئيس، اسيد رئيس سي عبد النبي، واسي العيدودي، واسي العيدودي الله يهديك. تفضل سيد النائب محترم. تفضل سيدنا، تفضل سيدنا النائب المحترم. راه درنا هكا وهكا، تفضل هكا وهكا. عطينا المعارضه الاغلبيه، رجعوا المعارضه، رجعوا الاغلبيه. تفضل تفضل، ماشي النظام الداخلي هذا، هذا غير توازن، هذا غير توازن، غير توازن عرفي، غير توازن عرفي. تفضل سيد النائب، تفضل سيد النائب. إلا سمحتي سيد الرئيس، هز صبعو قبل منك سيد الرئيس. تفضل 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 سيد النائب. سيد الرئيس، سيد الرئيس فقط، إلا سمحتي، إلا سمحتي سيد الرئيس، أنا طلبت الكلمة قبل سيد الرئيس. سيد الرئيس، المرجو السيد الرئيس. يا لا حتى تساليو، حتى تساليو، لا حتى تساليو. السيد الرئيس عطيتيني الكلمة. واش غنتفاهموا؟ راه ارتفاع الصوت، ارتفاع الصوت دليل على ضعف الحجة. دابا غير نتصنتوا لبعضياتنا ونصلحوا الأمور. غادي واخ 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 واخ، واش غنتفاهموا؟ واش غنتفاهموا ولا نبقاو نغوتوا؟ خليونا نصنتوا لبعضياتنا، خليونا نصنتوا لبعضياتنا، غير نصنتوا لبعضياتنا. السيد الرئيس راه عطيت الكلمه للسيد النائب، حتى وقف، حتى وقف احتراما له. النظام الداخلي باين، حتى وقف، عاد هزيتي صبعك. السيد الرئيس، حتى وقف. انا اللي كنشوف القاعه، انا اللي كنشوف القاعه، ماشي انتوما، انا اللي كنشوف القاعه، انتوما راكم جالسين كتشوفوها في جهه واحده. لا 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 سيد الرئيس، هادشي الرئاسه ما فيهاش المعارضه والاغلبيه يا سيدي النائب رجاء المحترم. الرئاسه تسهر على حسن السير وتنظيم الجلسه، حيدوا هذه المنطقه الاغلبيه والمعارضه. تفضل سيد النائب المحترم. سيد الرئيس، عندي فقط نقطه نظام تقنيه. سيد الرئيس، ملي تيتحدث اي نائب ولا نائبه، يعني المرجو سيد الرئيس ان يتم يعني في اطار بالطبع الحق في المعلومه ان يبان الاسم ديال النائب ثم الفريق المنتمي له، لان هنا يكون لبس
حتى في هذه النقاط نظام سيد الرئيس، فرجاء أن يتم تصحيح هذا الوضع. شكرا، تفضل سيد الرئيس المحترم لك الكلمة. احنا ما قلنا لك شيء، انت راك رئيس الجلسة، رئيس الجلسة ما فيه مابقيش لا معارضة ولا انتقاد كل. شكرا تفضل. ولكن يجب الحرص على تطبيق النظام الداخلي اللي هو الفيصل. كانت بخوخك تساعدني في التطبيق ديالك. مزيان، احنا نساعدوك في هذا الموضوع، احنا ما عندنا مشكل. شكرا تفضل. أنا فيما يخص الموضوع ديال السؤال الأسئلة الشهرية المطروحة على السيد رئيس الحكومة فيما يخص السياسات العامة، هذا مقتضى دستوري لا بد منه. ثم ان هذا الموضوع هذا متروك لينا حنا كبرلمان، باش حنا اللي ماشي رئيس الحكومه، حنا وقت ما جبنا رئيس الحكومه يقدر يجي من غدا، ولكن حنا كمؤسسه شرعيه خصنا نوجدوا، خصنا نطلبوا هذا، نديروا هذه الاليه وهذه الجلسه، حنا اللي خصنا نديروا الجلسه. اذا الا بغينا نديروا شي حد نديروا روسنا كبرلمان. اما فيما يخص حنا المكتب والرئيس والمكتب الممثل فيه جميع الفرق البرلمانيه، اذن هما اللي خصهم يضبطوا هذه الجلسه، هذا اللي غادي يجي فيها رئيس الحكومه. ها الاولى. ثانيا فيما يخص الأسئلة الشفهية، ماشي في موقع ديال المعارضة ولا أغلبية، هذا مسألة عادية في جميع التجارب الديمقراطية اللي شفناها والبرلمانات اللي دازوا، العدد الكبير ديال الأسئلة الكتابية كبير، إذا ما يمكنش نبداو نقولوا. شكرا. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. بلغات الرسالة سيد الرئيس. شكرا. 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 كون غير صبرتو كنت غادي نجاوب بلاصتكم، ولكن ملي جاوبتو انتم عفيتوني، جزاكم الله خير. تفضل سيد النائب، دائما في اطار نقطه النظام ياك. تفضل. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، تبدلتو ما بين وزير وبين رئيس الجلسه، تغير في سير الجلسه خصو يكون منصف، وكان عادتنا في هذه القاعات ان يكون تدخل رؤساء الفرق يكفيها التدخل. راه جاوبنا على ان نسقط في اطار اننا خمد قطع على السيد الرئيس. خليني نكمل. اسمح لي ودابا نكمل. لا خصني نكمل السيد الرئيس. كما قال السيد النائب باش نسموا المستوى. يجب احترام، يجب احترام الرئيس، يجب احترام المواطنين. انا لا يجب احترام المواطنين اللي يفرضوا فينا. سيد النائب ماشي واحد يقول لك على الشاشه الشاب بن الشاشه، ماشي بقاش برلمان هذا. سيد النائب وراك كتكرر الكلام اللي قالوا الرئيس ديالك، وراه السيغيات هضر وقال نفس الكلام وصافي. والله يهديك، والله يهديك. والتسير ديال الجلسة راه مسؤولية ديالنا كاملين، وراه ماشي غير الرئيس. والله يهديك، وراه كنضيع على الوقت. الله يرضى عليك السيد النائب، الله يرضى عليك. خلي نطرحوا السؤال شي أحد. السادة سيد نائب الفريق ديال الأحرار، تفضل بس السؤال، بس السؤال. تفضل سيد نائب محترم، تفضل 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 سيد نائب، تفضل تفضل سيد النائب، تفضل تفضل سيد النائب. ارجوك ارجوك ارجوك، ما نعطيوش الفرصه سيد النائب السؤال ديالو. تفضل. بلاتي سيد النائب. عفوا عفوا بلاتي. باقي يلا باقي ما بداش. راه وقف وعاود قال لي سيد الرئيس تفضلي تفضلي. أشوف الإخوان، السيدات والسادة النواب الأفاضل، هذه جلسة دستورية، راه يمكن نختلفوا ويمكن نتفقوا، ولكن اللي ما نختلفوش عليه هو أن النجاح ديالها راه مسؤولية ديالنا كاملين. أرجوكم أرجوكم تفضلي.